تحياتي لحضراتكم من جديد وإلى آخر التطورات في المشهد العراقي، حيث قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 18 شخصا أصيبوا على الأقل، وذلك إثر انفجار قنبلة في مدينة كركوك العراقية. ذكرت مصادر عراقية إن الهجوم استهدف حافلة ركاب صغيرة في حي الخضراء بمدينة كركوك شمالي العراق. وقع الانفجار مساء الخميس وأصاب هذه الحافلة وحافلة ركاب مزدحمة لدى مرورها بوسط المدينة، وفق ما ذكرت رويترز، حيث تشهد يعني مدينة كركوك بين فترة والأخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الأمنية والمواطنين، تسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. للمزيد من النقاش عن آخر تطورات المشهد العراقي مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل هاتفين الآن معكم دكتور عبد المطلب النقيب المحلل السياسي العراقي. يا دكتور تحياتي لحضرتك. أهلا. يعني هذه الحوادث التي تشهدها العراق مؤخرا، يعني هل لها دلالة بشكل مباشر؟ الحقيقة لها دلالة واحدة، هي أن تنظيم داعش الإيراني، رغم أن القوات العراقية والحكومة العراقية والتحالف الدولي أعلنوا عن انتهاء هذا التنظيم من العراق، ولكننا كنا دائما وعلى منصة قناتكم كنا نقول ان تنظيم داعش الارهابي لم ينتهي، ولكن هناك اندحر عسكريا من مسك الارض وتحول الى خلايا نائمه في كثير من المناطق، وخاصه في كركوك والموصل وصلاح الدين. وهذه الهجمات التي تظهر لنا بين الحين والاخر في مدينه كركوك، المدينه النفطيه، المدينه التي تعاني من صراع بين الأطراف الكردية نتيجة عودتها إلى الحكومة الاتحادية بعد أن كانت تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، كل هذه الأمور تسهل بأن تكون مدينة كركوك أساسا أو موقعا يمكن أن يناور به تنظيم داعش الإرهابي ويقوم به بعض التفجيرات هنا وهناك بواسطة الخلايا الإرهابية التي لديه في هذه المناطق، وخاصة هذه الصراعات التي توجد في مدينة كركوك تولد حاضنة لهذا التنظيم الإرهابي. ولذلك لا بد أن يكون هناك توحد وجهد استخباري كبير من أجل القضاء على هذه الخلايا النائمة. نعم. إذن دكتور عبد المطلب، يعني أريد أن أسألك في هذه النقطة الخاصة بالتنسيق ما بين قوات التحالف الدولي والذي تقوده بالطبع واشنطن، وأيضا مكافحة الإرهاب وجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، خاصة مع هذه التطورات الميدانية الأخيرة بالمشهد. الحقيقة الآن التنسيق بات ليس بالمستوى الذي كان عليه أثناء عملية تحرير كركوك وعملية مكافحة داعش في من أطراف المدينة، خاصة ونحن نعرف أن بعض المناطق كانت تنظيم الإرهابي داعش يسيطر عليها في منطقة في مدينة كركوك أو ضواحيها، ولذلك كان هناك جهدا استخباريا كبيرا، وكانت قوات مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي التي وجهت ضربات قاصمة للمواقع التي كان يمكن أن يلبد إليها التنظيم الإرهابي، ولكن وجود الخلافات وعدم التنسيق بين التحالف الدولي وبين القوى التي تستمسك الأرض والصراع الموجود في مدينة كركوك بين المكونات التي تتشكل منها مدينة كركوك من أكراد وعرب وتركمان، كل هذه الصراعات فيما بين القوى المتواجدة على الأرض تأتي منفذا للتنظيم الإرهابي لكي يطل برأسه بين الحين والآخر. طيب دكتور عبد المطلب، بالتوازي أيضا
يعني في المدن الأخرى الموجودة في المشهد العراقي، هناك آليات جديدة ربما يعني نصبت كثيرا ل يعني فلول داعش في المشهد العراقي، والخاصة بانتشار الحرائق وأيضا يعني بعض الحوادث الأخرى الموجودة في عدة مدن عراقية أخرى كمحافظة صلاح الدين وأيضا نينوى. دلالة هذا الأمر يعني تحديدا خاصة في هذا التوقيت مع التزامن مع هذه التطورات أيضا التي تحدث في كركوك. في الحقيقة بالنسبة لعملية الحرائق خاصة الحنطة والشعير، حيث كان من المتوقع جدا والحكومة كانت واثقة من هذه أن هناك عام اكتفاء ذاتي بالنسبة للعراق في محاصيل الحنطة والشعير، ولكن هناك أناس تضرروا ويتضررون لو حدث هذا الموضوع، ولذلك نجد أن أصابع الاتهام وجهت إلى أكثر من جهة مستفادة من عملية استيراد الحنطة والشعير وعدم جعل العراق يقف على قدميه نتيجة الموسم الجيد من الأمطار. فهذه عملية القسم يوجه أصابع الاتهام إلى داعش، وقسم آخر يوجه أصابع الاتهام إلى جهات أخرى إقليمية أو من المستفيدين من عملية عدم إنجاح الاكتفاء الذاتي في العراق من إنتاجه الزراعي. هذه حتى الآن لم نجد من يستطيع أن يؤشر لنا بشكل دقيق، وخاصة أن هناك في بعض الأحيان متوفى بعض الفلاحين نتيجة لوجود أبوات ناسفة فحيرت الجميع، والحرائق أكلت الكثير، والاتهام الحقيقي أو الدولة لم تعطي اتهاما واضحا لجهة معينة سواء داعش أو المستفيدين الآخرين من عملية جعل العراق بحاجة إلى الإنتاج الزراعي. نعم. دكتور عبد المطلب النقيب المحلل السياسي العراقي، حدثتنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك.